إذن مشاهدينا نفتح النقاش في هذا الملف. ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب سيد ديفيد ديروش، مسؤول سابق في البنتاغون. أهلا بك سيد ديفيد، وبعد التحية، يبدو أن العالم أصبح أمام أنواع جديدة من الصراعات، من التنافس، وحتى يمكن القول من الحروب. هذه الحروب الجديدة في هذا العالم المتجدد، هل يمكن القول فعلا أن هذه حرب من نوع جديد، حرب الرقائق الإلكترونية؟ وفي أي درجة في سلم أولويات الولايات المتحدة الأمريكية تجد هذه الحرب؟ شكرا جزيلا، مساء الخير على السادة المشاهدين. سعيد أن أكون معكم بقناة القاهرة الإخبارية. هي ليست حرب، هي عبارة عن منافسة. هناك بعض الأوجه العسكرية في هذا الصراع، كما تناولنا من قبل الصواريخ الروسية وكذلك الصواريخ الأوكرانية وكذلك بعضا منها في السعودية التي تحمل بعض الرقائق من الدول الغرب. إذا كنت تتحكم في الرقائق الإلكترونية سوف يكون لديك سيطرة ذاتية على الأسواق. ومنذ بدء جائحة كورونا ظهرت أهمية هذه الرقائق، وكان هناك عوائق كبيرة للحصول على هذه الرقائق من تايوان، والدول الكبرى تعدها أحد الأدوات الأساسية في صناعاتها ولها أهمية كبيرة في اقتصاداتها، ولديها تأثير كبير على قراراتها التجارية، وكذلك لها دور كبير في الأمن القومي لتلك البلاد. كيف تنظر برأيك سيد ديفيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين تحديدا في هذا الصراع؟ مع التوضيح طبعا أني لم أقصد الحرب بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن المعنى المجازي طبعا. سيد ديفيد، كنت أسأل عن الصين تحديدا كهدف للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين كمنافس شرس في هذا المجال؟ الولايات المتحدة تنظر إلى الصين كمنافس كبير في هذا المجال، وليس أحد كبرى المنافسين. هي أحد أوجه التجارة والصناعة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية، وهم لهم دور ريادي، ولكن هناك كثير من الجهات الصناعية ولديهم تأثير بالطبع على هذه الصناعة. ولكن المنتج الكبير لهذه الرقائق هو تايوان وكوريا الجنوبية، ومن ثم بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة. كافة هذه الدول أعلنوا استثمارات كبيرة في هذا المجال، لأنهم يرغبون في أن يحصلوا على السيطرة الذاتية ويحصلون على الدور الريادي في العالم في صناعة الرقائق الإلكترونية لبعض الاعتبارات الأمنية، لأنها تدخل في صناعة بعض الأسلحة والسفن، وهي إحدى الدوافع لتلك البلاد أن تجلب هذه الصناعة محليا وتوطين هذه الصناعة لما لها من تأثير على الأمن الوطني.